ماتش مين ده؟ ماتش صعب طبعا، لان الماتش الاولاني الحمد لله يعني لحد ما حقق نتيجه كويسه، بس الكوره مفيش حاجه اسمها نتائج تلعب عليها. عندنا ماتش تاني بكره، الماتش هيبقى صعب جدا، ملعب صناعي، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونبقى موفقين ونصعد ان شاء الله ونعمل ماتش كويس ان شاء الله. لا هو طبيعي الجو حر هنا في افريقيا، ده طبيعي، والملعب الصناعي لعبنا مش كتير يعني، بس لعبنا طبعا في الملاعب دي، بس اكيد يعني ما كل فرقه عارفه اللي لازم في الماتشات اللي زيت لازم تدي 100% على قد ما تقدر، لازم كله يساعد بعض في الماتش. طبيعي ان ممكن في ناس مش موفقه، طبيعي الناس تعبت في هجمه، طبيعي لازم كلنا ندافع، لازم نهاجم مع بعض. انا بالنسبه لي نسيت الماتش اللي فات، عندنا ماتش تاني، ماتش قوي، هم فرقه كويسه، كانوش موفقين عندنا شويه، لكن الماتش هيبقى صعب ان شاء الله، ربنا يكرمنا ونصعد ان شاء الله باذن الله. كرة القدم علمتنا أن نلعب 90 دقيقة كاملة، ونعلم أننا نواجه فريق حقق الفوز على ملعبه في المباريات الثلاثة التي خاضها عليه في مرحلة المجموعات، وأتوقع أن تكون مباراتنا قوية، وسنلعب في هذه المباراة بأفضل ما لدينا ونحقق الفوز. إن طموحات أي مدرب هي تحقيق الألقاب والوصول للمراحل النهائية في كل بطولة يخوضها، ولكن علينا أن نفكر في كل مباراة على حدة، ونتمنى أن نتخطى هذه المرحلة في البطولة لكي نصل إلى تحقيق أهدافنا. نعلم أن إنيمبا لديه لاعبين لم يشاركوا في المباراة الأولى وسيشاركوا في مباراة العودة، وعلينا أن ندرك أيضا أن أرضية الملعب مختلفة، لأن اللعب على العشب الصناعي مختلف، حيث تكون الكرة أسرع، ولكننا أتينا إلى هنا وكلنا ثقة في أننا سنؤدي مباراة جيدة، وأمامنا 90 دقيقة قوية نأمل بعدها أن نكون ضمن أضلاع المربع الذهبي.